ناصر بوريطة يجري اتصالا هاتفيا مع امين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبذل جهد مشترك يمنع تهجير الفلسطينيين باوامر من الملك محمد السادس. اجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم اتصالا هاتفيا مع امين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، حيث تم التطرق بتعليمات من الملك محمد السادس الى ضرورة بذل جهد مشترك لوقف الحرب وحماية المدنيين وايصال مساعدات انسانية ومنع تهجير الفلسطينيين. كما اكد الطرفان خلال هذا الاتصال على ضرورة وجود مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية والقانون الدولية لاحلال السلام والامن والاستقرار. نشكركم على حسن المتابعة.